السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس بقى اللي بتسألني بتقول لي انتوا عايشين ازاي في التلج دوت، بس حبيت ان انا اعرفكوا. الجو طبعا بيختلف من مدينة للتانية. في مدينة ألماطي الجو بتاعها يعتبر معقول، يعني ممكن يوصل مثلا في الشتاء اقصى حاجة مثلا ممكن يوصلها -29 -30، يعني حاجة زي كده. فما تقلقوش يا جماعة، الجو زي ما انتم شايفين حلو اهو وزي الفل. بصراحة انا بحب لما التلج كده بينزل بتبقى حاجة متعة، يعني الجو ما بيبقى ساقع بقى على فكرة، بس بقى طبعا بتبقى لابس لبس تقيل. وبالنسبة طبعا اكتر بلد في كازاخستان او من اكتر المدن اللي موجودة في كازاخستان فعلا جواها صعب شوية وهي استانا. كان من حوالي يومين في استانا في عاصفة كانت جامدة جدا، قعدت يومين ورا بعض. هنا كان في ألماطي كان في زلزال حصل في ألماطي وكان قوي جدا يا جماعة، كان 6.4، ده قوي جدا، بس بفضل الله يعني الحمد لله ما حصلش خسائر كتير. فطبعا عاوز اقول للناس اللي هي مثلا بتقول انتوا بتقضوا الشتاء ازاي والشتاء عامل ازاي، ادوكم شايفين انتوا زي الفل. مش النهارده يعني يعتبر -10 بس، فجو جميل يعني مش وحش. فاي واحد اي واحد عاوز يجي كازاخستان يا جماعه ما يقلقش، هي طبعا على حسب المدينه. ألماطي هتلاقي فيها معظم الناس اللي بتدرس هنا في ألماطي، هتلاقي معظمهم بيدرسوا هنا في ألماطي. الجو بتاع ألماطي يعتبر حلو، مش ساقع قوي، يعني الجو بتاع ألماطي مش زي أستانا. فاللي يجي هيدرس في ألماطي ما يقلقش يا جماعة، الجو هنا زي ما انتم شايفين اهو زي الفل. يعني في بس حاجة مهمة جدا حبيت ان انا اقولها لكم بالنسبة لأي واحد بيفكر او جاي جديد لكازاخستان. من الحاجات المهمة جدا طبعا ان انت تشتري لبس كويس، يعني تشتري لك جاكيت يكون تقيل، ويفضل ان انت ما تشتريهوش من بلدك مثلا ايا كان، لو في دولة عربية انا اقصد، يعني لو انت في دولة عربية حاول ان انت ما تشتريش لبس تقيل من بلدك. لما تيجي هنا كازاخستان اشتري من هنا، لان اللبس هنا بيبقى مخصص للتلج والحاجات دي، بيختلف طبعا عن الملابس في الدول العربية. تاني حاجة برضو نصيحة مهمة جدا، في حاجة اسمها ثيرمو أندروير دوت، لما بتلبسه زي بتبقى عبارة عن زي بنطلون كده، زي هنقول ايه كلسون اعزكم الله اللي الواحد بيلبسه الصوف، وبتلبس معاه بيبقى تيشيرت كده، بيبقى يعني فانيلا، هنقول فانيلا بالظبط كده، يعني بتجيبها اللبس ده بيبقى لبس حرير، ده بتلبسه تحت الهدوم. بجانب كمان هتحتاجوا يا جماعة اللي هيجي كازاخستان هيحتاج اللي يجيب جزمة اللي ما بتزحلقش، جزمة تكون بتمشي بيها على الجليد كويس، لان لو انت اشتريت جزم من الجزم العادية عندنا في الدول العربية للأسف الجزم دي ما تنفعش هنا عشان التلج، لانك لو بتلبس جزمة زي الجزم ديت للأسف هتتزحلق بسهولة ولا قدر الله ممكن تحصل لك حاجة. فأفضل حاجة لما تيجي هنا أفضل حاجة إن أنت تجيب كمان جزمة من كازاخستان، ده هتساعدك كتير، وإن شاء الله تيجوا تتبسطوا في كازاخستان. كازاخستان يا جماعة بلد حلوة، وأتمنى لكم كلكم تيجوا وتزوروها وأشوفكم في كازاخستان. مرة تانية بشكر كل الناس اللي سألتني عن أحوال الشتاء في كازاخستان عاملة إزاي، فأنا حبيت أوريكم الدنيا من هنا عاملة إزاي. وده كان الفيديو سريعا كده، لان ناس كتيره سالتني ازاي بتعيشوا في الشتاء في كازاخستان، فانا حبيت اوريكم الاجواء وانا ماشي كده في الشارع، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموا لي باللايك الجميل بتاعكم، ويا ريت لو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبوا لي بتاعتي. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.